إلى الموافقات. المقدمة السابعة، المقدمة السابعة. قول المصنف رحمه الله تعالى قال: وكل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله جل في علاه، لا من جهة أخرى، فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني لا بالقصد الأول. والدليل على ذلك أمور قبل أن ندخل فيها. ويقول: كل علم شرعي فطلب الشارع له إنما يكون من حيث أنه وسيلة. نعم، العلم ليس مقصدا لذاته، العلم ليس مقصدا لذاته، العلم وسيلة، وسيلة إلى إظهار قضية الكون الكبرى، وسيلة إلى التعبد لله جل في علاه وتحقيق ذلك إخلاصا لوجه الله الكريم. كيف ما 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 كيف عرفت ذلك؟ الحق أننا انتهينا من المقدمة السادسة. نعم، فكل علم شرعي طلب الشارع له من أجل المقصود الأسمى، فالعلم أصلا يصل به الإنسان إلى حقيقة التعبد، أو بيان على أن يتعبد المرء ربه جل في علاه وفق ما جاء به الشرع. فهذه حقيقة العلم. قال الله تعالى: قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني. الله تعالى قال: فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك. ولذلك كل من تكلم في التقوى قالوا: التقوى هي العمل بطاعة الله. نعم، العمل بطاعة الله إيش؟ على نور من الله، بصيرة. لأن الله لا يقبل من العلم إلا ما كان وفق الشرع، وفق الشرع لا يكون إلا بالعلم. فالعلم وسيلة إلى موافقة الشرع، هذا الأصل الأصيل في هذا الباب، حتى تعلم أن الله جل في علاه قد فتح لك أبوابا حقا من أجل هذا. من أجل هذا هو أن 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 العلم المقصود الأسمى من العلم هو أن تتعبد به لله جل في علاه على وفق ما جاء به الشرع. ولذلك لما مر الشعبي عليهم قالوا: يا عالم، أو قالوا: أيها العالم، فقال: اتقوا الله وانظروا، إنما العلم الخشية، كما قال ابن مسعود رضي الله عنه وارضاه. فالمقصود الأسمى من العلم هو أن يصل المرء به إلى حقيقة التعبد لله جل في علاه، وحسن التعرف على الله بحسن الاعتقاد، ثم بعد ذلك ترجمة هذا الاعتقاد إلى العمل. فهذا الأصل. لكن لابد أن ألفت انتباه إلى مسألة أخرى، وهي أعظم ما تكون من المسائل، ألا وهي مسألة قد يحصل المرء العلم الشرعي ويكون قليل العمل. طبعا لا يكون ممنوع العمل، يكون قليل العمل، يكون قليل العمل، لكنه يكون أرفع ما يكون عند ربه جل في علاه، على أساس أنه قد تعلم العلم ونشره. فنشر العلم تعبد، حتى لا يقال أنه ما تعبد به، لتعلم ذلك. عليكم السلام وبركاته. يزول، أنت ضيعت يعني درس التفسير ما كنت فيه. أنا والله أقول زول، أنا ما أدري إيش اللي بيحدث هذا. زول أجد محمود يعني يفغر فاه، يعني الرجل كأنه بحر آخر. من أنت؟ وش أنت؟ أمك كان سودانية أبو محمود؟ لا بد نفهم، أمك سودانية؟ أخبرني والله. ها؟ إيش مات؟ بتفتكر إيش؟ قل لهم أو عمار شكله في سودانية. ها؟ هو كان يحسب إنه والدتك سودانية أنت كمان؟ والله الزول ده عمل لنا تلفنة في كل حاجة. وإيش؟ طيب يا عم الزول، تخلف عن درس التفسير. عليكم السلام ورحمة الإسلام. أيضا أنت ما جئت على درس التفسير، عفى الله لك. أخذناها، أنا واضع ورقة عليها نعيم. دائما تقول أنت أزول، يعني خلاص عذرك مقبول، أنت حريص، لكن لا تضيع على السودانيين العلم، الله يهديك. يا لهوي، لا محمود، بس كلمة السودانيين هو يقع في الأرض. ليش؟ ما أدري ليش بتقع يا محمود. طيب، إذا هو الأصل أو المقصود الأسمى. نعم، مقدمة السابعة، ممتاز. المقدمة السابعة، فالأصل في تعلم العلم هو لتحقيق المقصود الأسمى، لكن أنا ألفت الانتباه إلى أنه عندما يتعلم العلم وينشر العلم، هذه عبادة، نشر العلم عبادة، يعني تعلم العلم نفسه عبادة ونشره عبادة، يعني أن تؤتيه إلى أهله فهذه عبادة أخرى تتعبد بها لله جل في علاه. وهذا العلم النافع، كما بين النبي صلى الله عليه وسلم أن هناك من يحمل العلم لا يستنبط منه الأحكام، لا يستطيع أن يصل به إلى شيء،
ويوصله لمن يستنبط منه الأحكام. هذا قد أدم عليه. ولذلك أبو بكر بن عربي قال: شربت ماء زمزم للعلم، ليتني شربته للعمل أيضا. يعني يريد يعني الكثرة في ذلك، هذا هو. فهذا التأصيل العام في هذا الباب كله علم شرعي، فطلب الشارع له إنما يكون من حيث هو وسيلة إلى التعبد به لله جل في علاه. وقد قلنا بأن العبادة لا تقبل عند الله جل في علاه إلا ما كانت على وفق ما جاء به الشرع، كما قال النبي صلى الله عليه وسلم: من أحدث فيه من عمل عملا ليس عليه أمرنا فهو رد. والقول لا جل في علاه: أم لهم شركاء شرع لهم من الدين ما لم يأذن به الله. وقال تعالى: وما أتاكم الرسول فخذوه وما لكم عنه فانتهوا. قال: فإن ظهر فيه اعتبار جهة أخرى فبالتبع والقصد الثاني. يعني إذا كان في اعتبار آخر هيكون تبعا لا يكون قصدا، ولا أصالة. وهذا الراجح الصحيح في هذا الباب. نعم. وهذا ما حدث من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم، كانوا يتعلمون العلم من أجل العمل، فكانوا يسألون عن الوضوء، عن الصلاة بعد الوضوء. وهذا بلال قال له السلام: يعني قل لي أرجع عمل، يعني إني أسمع دفن عليك في الجنة. وكانوا إذا سألوا عن شيء سألوا للعمل، لا للعلم فقط، بل للعمل. وقد قلنا بأن زينة العلم العمل. قال: هاتف العلم والعمل، فإن أجاب وإلا ارتحل. ولذلك الزهري كان يقول: يا أهل الحديث أدوا زكاة الحديث، على كل 40 حديثا أعملوا بحديث. وابن عيين يقول: من عمل بحديث مرة واحدة صار من أهله. قال والدليل على ذلك أمور. أول هذه الأمور ما تقدم في المسألة قبل أن كل علم لا يفيد عملا، فليس في الشرع ما يدل على استحسانه. كل علم لا يفيد عملا، كايش؟ كعلم النجوم، علم الفلسفة، علم العلوم النظرية، فهذه كلها لا تفيد عملا. نعم. فليس في الشرع ما يدل على استحسانها. قال: كل علم لا يفيد عملا. طبعا العلم الذي لا يفيد العمل كما قلنا كهذه العلوم، هذه علوم ايضا لابد حرق الكتب التي فيها علم الفلسفه، وايضا قد نقول بالعلوم الاخرى، علوم الدنيا، هذه علوم الدنيا كالكيمياء والهندسه لا يقصد بها. كل ثناء جاء في الكتاب على علم هو علم الشرع. نعم. لان به استقامه القلب وبها سداد الايمان وثبات الايمان. فليس الشرع ما يدل على استحسانه، ولو كان له غاية أخرى شرعية لكان مستحسنا شرعا. إيش بقى الغاية الأخرى؟ على المقصد هي فروض الكفاية، الفروض الكفاية التي تحتاجها الأمة، وأن الأمة تتعطل إن لم تقوم به. نعم، هذا هو. إن لم تقوم بمصالحي، يعني إن كان فيها شؤون الدنيا، هي وسيلة للدنيا، لاستقامة الدنيا حتى تساعد على الدين، فيكون هنا استحسانها من هذا الباب، من باب الوسائل، وجاءت تبعا لا تكون قصدا. ولذلك نقول الهندسة، الطب، حتى الكلام على التكنولوجيا التي نحن فيها، الآلات، النت، وهذه الآلات كالآيباد والهواتف، كلها نافعة لمسألة الشرع، كلها خادمة لذلك، فيكون المدح فيها جاء تبعا لا قصدا ولا اصلا. قال: ولو كان مستحسنا شرعا لبحث عنه الاولون. يقصد بذلك لو كان مستحسنا شرعا لكان الصحابه والتابعون الاول. شوف، هو قال الاولون، انا اريد ان اقف مع هذه الكلمه طويلا صراحه، وان كنت لا اقف طويلا سابين ما فيها. قال: ولو كان مستحسنا شرعا، لبحث عنه الاولون من الصحابه والتابعين. هذه دلالة واضحة جدا على مسألة أنا أدندن حولها دائما، أريد أن يفهم ويفقه الناس ما فيها، وهي التأصيل العام في هذا الباب. ما هي المسألة؟ ليتكم تلمحون لنا. طيب، هو الحق أن يكون العلم، البحث عن العلم عند المتقدمين، العلم حقا عند المتقدمين. انظر كيف، طبعا الشاطبي كانوا يحاربونه محاربة إلى الآن مدرسة الإمامية
ورسم القائم رسم الشاطبي لابد ترى المقاتلة عظيمة على هذه المدارس. الغلط المقصود هو قال لو كان مستحسنا شرعا لكان أولى به المتقدمون وأن بحث عنه المتقدمون. نعم نعم دكتور هذا صحيح أن العلم حقا في المتقدمين. طيب والثاني من الأدلة هو أن الشرع إنما جاء بالتعبد وهو المقصود من بعثة الأنبياء عليه السلام. يعني هو بيقول الآن كل مدح وثناء جاء في العلم جاء كان العلم الشرع الذي يوجه الناس إلى توحيد الله جل في علاه. وجاء أيضا الشرع إنما جاء بالتعبد. قال الله تعالى يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم. والتقوى طبعا في العبادة العمل على العبادة. وقال الله جل في علاه كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. وقال الله تعالى ذلك الكتاب لا ريب فيه هدى للمتقين. وأيضا في قوله الحمد لله الذي خلق السماوات والأرض وجعل الظلمات والنور ثم الذين كفروا بربهم يعدلون. يعني في العبادة نعم وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول ولا تبطلوا أعمالكم لينذر بأسا شديدا من لدنه ويبشر المؤمنين الذين يعملون الصالحات أن لهم أجرا حسنا. وما أرسلنا من قبلك من رسول إلا نوح إليه أنه لا إله إلا أنا فاعبدون. وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. إنا أنزلنا إليك الكتاب بالحق فاعبد الله مخلصا له الدين ألا لله الدين الخالص. كل هذه الآيات لا تحصى ولا تعد كلها تأمر بالعبادة بالمقصود الأسمى وأن المقصد الأسمى في الخلق لخلق الخلق هو إفراد الله جل في علاه بالعبادة. نعم قال الله تعالى فاعلموا أنما أنزل بعلم الله وأن لا إله إلا هو فهل أنتم مسلمون. وأيضا قال الله تعالى هو الحي لا إله إلا هو فادعوه مخلصين له الدين. وقال الله تعالى فاعلم أنه لا إله إلا الله واستغفر لذنبك وللمؤمنين والمؤمنات. الغلط المقصود أن كل هذه الآيات فيها إثبات أن المقصود الأسماء هو عبادة الله فلا بل توحيد الله صرف العبادة لله وحده لا شريك له دون صرف العبادة لغيره. وهذا الدليل الثاني بأن الآيات مكدسة متوافقة متضافرة على الأمر بعد لا إله إلا الله. إذن العلم أصالة العلم وسيلة وليست غاية وليس غاية. والثالث ما جاء من الأدلة على أن روح العلم هو العمل. طبعا كما قلنا بأن الصحابة دأب الصحابة رضي الله عليهم كان فقط سؤالهم للعلم سؤالهم ليس العلم سؤالهم للعلم والعمل سؤالهم للعلم والعمل. نعم يعني هو يسأل ليعمل فيتعلم فيتعبد. وذلك العالم الرباني والعالم الذي أتقن علما ترجمه عبادة ثم يعني أتقن علما وترجمه عبادة ثم نشى ذلك بين الناس. يعني لابد أن يكون العبادة لها حظ ونصيب كما قلنا أصل العلم من أجل أن يوجه الذي تعلم إلى العبادة. قال الله تعالى إنما يخشى الله من عباده العلماء فالعلماء هم أخشى الناس لله جل في علاه كما قال ابن مسعود إنما علم الخشية أورثه في قلبه الخشية يعني صرف العبادة لله جل في علاه. قال الله تعالى وإنه لذو علم لما علمناه قال قتادة في قوله إنه لذو علم يعني لذو عمل لما علمناه يعني كأنه ترجم ما علمناه عبادة وعملا. وقال تعالى من هو قانت أناء الليل ساجدا وقائما يحذر الآخرة ويرجو رحمة ربه. نعم لذلك قال قل هل يستوي الذين يعلمون الذين لا يعلمون فجعل العلم حقا لمن قام الليل وفعل ما فعل عثمان رضي الله عنه وارضاه. قال الله تعالى أتأمرون الناس بالبر وتنسون أنفسكم وأنتم تتلون الكتاب. وأيضا ورد عن أبي جعفر محمد علي في قول الله تعالى فكبكبوا فيها هم والغاوون قال قوم وصفوا الحق والعدل بألسنتهم وخالفوه إلى غيره. هذه مادة نفاق لكن من فعل ذلك وغلبته نفسه هذا لا يدخل في هذا الباب. وعن أبي هريرة رضي الله عنه رضاه أن في جهنم أرحاء تدور بعلماء السوء فيشرف عليهم بعض من كان يعرفهم في الدنيا فيقول ما سيركم في هذا وإنما كنا نتعلم منكم. قالوا إنا كنا نأمركم بالأمر ونخالفكم إلى غيره.
وهذا الحديث يعني ورد في جامع بيان العلم بسند ضعيف وله شواهد في مسلم وفي غيره. وطبعا حديث أبي هريرة حديث صريح، أول من صعد بهم النار. وقال تعالى: إنما يتعلم العلم ليتقى به الله، وإنما فضل العلم على غيره لأنه يتقى الله به. وعن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال: لا تزول قدم العبد يوم القيامة حتى يسأل عن خمس خصال، وعن علم ماذا، وعن علم تعلمه ماذا عمل فيه، وعن علم تعلمه ماذا عمل فيه. وأيضا عن أبي الدرداء وصرح بحر من كلام الصحابة الكرام في هذا الباب. قال: وعن أبي الدرداء: إنما أخاف أن يقال لي يوم القيامة أعلمت أم جهلت، فأقول علمت، فلا تبقى آية من كتاب الله آمرة أو زاجرة إلا جاءتني تسألني فريضتها، فتسألني الآمرة هل ائتمرت، والزاجرة هل ازدجرت، فأعوذ بالله من أيام لا ينفع، من قبل لا يخشع، من نفس لا تشبع، ومن دعاء لا يسمع. هذا كله من حديث النبي صلى الله عليه وسلم. فهو بيقول: نعوذ بالله من أيام لا ينفع، علم الذي لا ينفع الذي لا يعمل به صاحبه. وقلنا: لا يعمل به صاحبه لا ينشره، يأخذ زينة ويترفع به على الناس، لكن من تعلم علمه ونشره بين الناس فقد تعبد به. يعني حتى وإن كان قليل العبادة الظاهرة، فإن نشره للعلم عبادة، نشره للعلم عبادة. وفي رواية: إن من أشد الناس عذابا يوم القيامة عالما لم ينفع الله بعلمه، عالما لم ينفع الله بعلمه. أخرجه الطبراني وغيره، والإسناد فيه ضعف شديد، إسناد فيه ضعف شديد. الطبراني روى هذا الحديث وقال المروي عن المتبري إلا عثمان البري، وعثمان البري أو البري فهو ضعيف جدا، أما ابن معين فقد اتهمه بالوضع. وجاء أنه عليه السلام كان يستعيذ من علم لا ينفع، وهذا جاء في الصحيح، جاء في الصحيح. لكن أنا أقول لكم هنا الآن: العلم الذي لا ينفع هل يدخل فيه العلم الذي أتقنه صاحبه وعلمه بأنه علم ليس بنافع أم لا يدخل؟ هذا سؤال صريح. ما زلت أنتظر. يعني العلم الذي تعلمه صاحبه هو نشره بين الناس، هل يكون ممن تعلم ولا من تعبد أم ماذا؟ طيب، هو العلم الذي لا ينفع، والعلم الذي يمالي به السفهاء أو جال به السفهاء ويمالي به العلماء ويترسم به خطى المكانات والوجهات، هذا العلم الذي لا ينفع، باقي العلوم نافعة. ابن البار جمع بين العلم نعم مفضل، نعم صحيح صحيح، ممتاز يا زول، شنو تريد انت؟ اتى بالإجابة السديدة الآن. قالت الحكماء: من حجب الله عنه العلم عذبه به على الجهل، الله أكبر. وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه، وهذه مشكلة كبيرة جدا. ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به، هذا أشد الناس عذابا. شوفوا انظرونا، ذكر ثلاث أصناف يعذبون أيما عذاب: الجاهل إذا حجب الله العلم عن شخص فما أراد به خيرا فيعيش في تيه وتخبط وجهل. إذا الجاهل هذا من أسوأ الناس مكانة، هو الجاهل. الجاهل معذب في كل شيء، يعني كفى بالجاهل يعني مذمة أنه يفر من جهله ولا يوصف ولا يحب أن يوصف بالجهل بحال من الأحوال. وأشد منه عذابا من أقبل عليه العلم فأدبر عنه، يعني جاءه على طبق من فضة كما يقولون، النت جاهز، الناس يجلسون ويفرون من مجالس العلم لا يحضرون، وإن حضر يلهون ويتقطعون. هذا أسوأ حالا من الذي جهل، لأنه أتته النعمة فردها عليكم السلام وكاته. ومن قال: ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به، ومن أهدى الله إليه علما فلم يعمل به، هذا من أسوأ الناس أيضا، هذا من أسوأ الناس. وقال معاذ بن جبل: اعلموا ما شئتم، أن تعلموا
فلن يأجركم الله جل في علاه بعلمه حتى تعملوا. اعلموا ما شئتم أن تعلموا، وسع العلمك فما شئت، لكن إن لم تعمل به فليس لك سبيل إلى رضوان الله جل في علاه. فالمقصود الأسمى منك هو أن تتعلم لتتعبد، فإن لم يوزع في قلبك بالعلم العبادة فأنت على خطر عظيم. وجاء مرفوعا إلى النبي صلى الله عليه وسلم إن العلماء همتهم الرعاية، إن السفهاء همتهم الرواية. هذا حديث لم يصح، حديث رواه الخطيب البغدادي وهو ضعيف جدا. جاء عن معاذ مرفوعا، نعم، وأبو وله إسنادان كل منهما ضعيف جدا وفيه أيضا انقطاع. فالأول في بكر بن خنيس وهو متروك، حمزة نصيبي أيضا متروك بل ممكن يقال وضاع، فهو متهم بالوضع. في الإسناد الآخر عثمان بن عبد الرحمن الجمحي منكر الحديث، وجاء موقوفا أيضا عن أنس بن مالك رضي الله عنه وأرضاه عبد الرحمن المغني قال حدثني عشرة من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم قالوا كنا نتدارس العلم في مسجد قباء إذ خرج علينا رسول الله صلى الله عليه وسلم فقال تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله جل في علاه حتى تعملوا. تعلموا ما شئتم أن تعلموا فلن يأجركم الله حتى تعملوا. وهذا أيضا حديث ضعيف لم يصح. وكان الرجل يسأل أبا الدرداء فقال له كل ما تسأل عنه تعمل به، قال لا، قال فيما تصنع بازدياد حجة الله عليك. طبعا هذا فيه نظر أيضا، لأنه قد يسأل ليحمل العلم وينشره بين الناس. وقلنا بأن ليس من الشرط العبادة الظاهرة، فعبادة القلوب والاحتساب في نشر العلوم هذا من أفضل العبادات. عقد مجلس العلم في حد ذاته عبادة، عقد مجلس العلم في حد ذاته عبادة. ولذلك الملائكة لله ملائكة يسيحون في الأرض يلتمسون مجالس العلم وحلق الذكر فيلتفون حولهم ثم يكتبون ما هم عليه ويعرجون في السماء إلى ربهم يسألهم وهو أعلم بهم. فهو قال هؤلاء قوم لا يشقون فيهم جالسوهم. فعقد مجلس علم في حد ذاته علم عبادة، عبادة. طلبك أنت للعلم عبادة، لأن به ينتشر التوحيد، به تستقيم العبادات، به تتوحد الإيمانات، كل ذلك من العلم. فلذلك نقول أن طلبه يعني فيه الخير، لما يقول يزداد حج عليك لعله تعلم ونشر. كم وكم من العلماء لم يبلغ في العبادة ما بلغ من أتباعه، لكن تفوق عليه بإيش؟ بالعلم. وقال حسن اعتبروا الناس بأعمالهم ودعوا أقوالهم، فإن الله لم يدع قولا إلا جعل عليه دليلا من عمل من عمل يصدقه أو يكذبه. فإذا سمعت قولا حسنا فرويدا بصاحبه، فإن وافق قوله عمله فنعم ونعمة عين. وهذا صحيح، يعني خذنا هاتف العلم بالعمل، فإن أجابه وإلا ارتحل. قال ابن مسعود إن الناس أحسنوا القول كلهم، فمن وافق فعله قوله فذلك الذي أصاب حظه، ومن خالف فعله قوله فإنما يوبخ نفسه. قال الإمام الثوري إنما يطلب الحديث ليتقى به الله عز وجل، فلذلك فضل على غيره من العلوم، لولا ذلك كان سائر الأشياء. الثوري أيضا نفس الأمر، قال الثوري إنما يطلب العلم أو يطلب الحديث ليتقى به الله عز وجل، فلذلك فضل على غير من العلوم، ولولا ذلك كان كسائر الأشياء. يعني كل ذلك كلام صحيح جدا، لأنه من طلب العلم كما قلنا فالوجهة في ذلك والنية حاكمة. فمن طلب العلم كما قلنا ليستكثر من أمور الدنيا، والثوري نفسه قال ذلك، قال هذا العلم شريف، من طلبه ليأخذ به الدنيا أخذها، ومن طلبه ليأخذ به الآخرة أخذها. يعني من طلب العلم ليأخذ الدنيا أخذها، من طلب العلم ليأخذ الآخرة أخذها. لكن يبقى لنا هو التأسيس كما قال ابن رجب في مسألة يعني علم السلف على الخلف، فضل علم السلف على الخلف.
لذلك قالت سأولي إنما يطلب الحديث ليتقى به الله عز وجل، فلذلك فضل على غيره من العلوم، لولا ذلك كان كسائر الأشياء. القاسم بن محمد قال: أدركت الناس وما يعجبهم القول، إنما يعجبهم العمل. هذا المقصود الأسم، كما قلنا أن علي وغير علي قالوا هتف العلم عمل، فإن أجابه وإلا ارتحل، فإن ولدت من يتنام علمه فاعلم أنه قد عامل بعلمه. يعني هذا أصل أصيل، إن ولدت من يتنام علمه فاعلم أنه قد عمل بعلمه. والحق أنه يعني الله تعالى ما يصب العلم على أحد إلا هو محل قابل للعمل والترجمة، لكن تتفاوت الدرجات عند الناس. يعني الإمام مالك كان فحلا في العلوم، كان فحلا في الحديث وفي الفقه، ومع ذلك كان قليل عبادة. يعني كان حتى العلماء قالوا نستغرب من ذلك على الإمام مالك، لكننا وجدنا عنده قلنا بأن له خبيئة بينه وبين الله جل في علاه. ويقول الأدلة على هذا المعنى أكثر من أن تحصى، وكل ذلك يحقق أن العلم وسيلة من الوسائل، ليس مقصودا لنفسه من حيث النظر الشرعي، إنما هو وسيلة للعمل، وكل ما ورد في فضل العلم فإنما هو ثابت للعمل للعلم من جهة ما هو مكلف به أو بالعمل به. الحق أن نقول لابد من الملاحظة، لأنه استدرك هنا في بعض الكلام نبينها إن شاء الله، لكن الحق بأننا نقول طلب العلم نفسه عبادة، يعني طلب العلم نفسه عمل، طلب العلم نفسه عبادة، وإلا فقد جاءت الأدلة عن النبي صلى الله عليه وسلم أن الملائكة تضع النحتها رضا لطالب العلم بما يصنع. وأيضا لما كان يأتي طالب العلم لأنس يقول يعني مرحبا بوصية رسول الله، لأن النبي صلى الله عليه وسلم أمر أن يستوصوا بطلبة العلم خير. ما لهذا إلا أنهم يحملون هذا الشر. وأيضا حديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي قسم الناس إلى ثلاثة، قسم من هؤلاء الأقسام الذين يحجزون الماء، هي أرض لا تنبت لكنها قيعان، يعني كأنها يعني كهوة يمتلئ الماء فيها فينتفع فيها الناس رعيا وشربا وغير ذلك، فكالذي حمل الماء وجعله في الأرض التي تنبت، مثل قول النبي صلى الله عليه وسلم: نضر الله امرأة سمع مقالتي فوعاها فأداها كما سمعها. هذا الآن تصنيف النبي صلى الله عليه وسلم للناس بهذه الطريقة دلالة على أن أصل طلب العلم فيه ما فيه من الخير ومن العبادة. وقال الأرض الأخرى: هي الأرض أفضل أرض، وهي الأرض التي تنبت الكلى، تأخذ الماء وتنبت الكلى، وهذا مثل الفقيه، هذا مثل الفقيه. فالحق أن نقول العلم على درجتين: الدرجة الأولى علم يتعبد به المرء لله جل في علاه كالفرائض والواجبات، وهذا ما يمكن لعالم ولا طالب علم أن يفوته بحال من الأحوال، يبقى الجميع عندهم الحد الأدنى في ذلك، ثم تتفاوت الدرجات في مسألة المستحبات والنوافل والمندوبات. فبعضهم يرى أنه حمل علما كثيرا فبثه بين الناس، وإن لم يعمل به فكثير من الناس يتأثرون به فيعملون به، كما قال ابن القيم بين ذلك، وقال: وكأننا يعني ننصب للناس حال السلف. هو يقول أنه ليس هذا حال، تكلم على حال المشتقين أو حال الذين قد تضلع حب الله جل في علاه في يعني دخل في نقي عظامهم، فهو يقول وأنا أصف حالهم على أحدا يسارع إلى أن يكون في مثل هذه الحال. غفر الله لك يا سلفي، أنت أصلا أضعت التفسير وشطر القاعدة الفقهية. نتكلم على الموافقات الآن. فإذا الأصل في هذا الباب أن نقول العلم أولا صنفان، الأصل في هذا الباب طلب العلم بنية صادقة دون نية الدنيا، لأن النبي بيّن ذلك، قال: من طلب العلم الذي يطلب به للآخرة من أجل أن يماري أو يجال العلماء أو يماري السفهاء فلم يرح رائحة الجنة، وأول من صعب بهم النار ثلاثة: عالم لم يعمل بعلمه. فالأصل أن نقول بأن طلب العلم أصالة عبادة لله جل وعلا لمن صلحت نيته. ولذلك قال الإمام أحمد: قال ما أرى شيئا يعدل طلب العلم لمن صلحت نيته، الذي أخلص لله جل وعلا هذا أفضل ما يأتي به، هذا أفضل ما يأتي عبادة لله جل وعلا. ثم ذلك الترجمة الحقيقية والترجمة الفعلية تظهر في مسألة العبادات. ولذلك أنت لو تصفحت التاريخ في كل راوي من الرواة أو لكل عالم من العلماء تجد له عبادات، تجد له زلات سقطات، نعم تؤمر في بعض الحسنات لكن تجد له العبادات، تجد له العبادات التي يتابعها ويتعبد بها ويجتهد يعني يتعبد بها لله جل في علاه. وغير خير الدليل الذي نتكلم عنه القصة، وإن كانت غير صحيحة، القصة التي دارت بين الشافعية وبين أحمد وبنت الشافعي أحمد،
لما دخل أو نزل الشافعي حل زائرا على أحمد بن حنبل، ثم قدم له الطعام فأكل كثيرا، ثم رأت ثلاث أمور ما أخذتها عليه وقالت لأبيها هذا الكلام. قالت قدم له الطعام فأكل كثيرا ثم صلى بدون أن يتوضأ، أو قالت نام طويلا لأنه لم يصلي من الليل، ثم صلى الفجر بغير وضوء، وهذا الذي تقول فيه كذا وكذا. طبعا أحمد يعلم أن هذا الكلام مقطوع عند الإمام الشافعي، الإجابة موجودة، لكنه أراد أن يوضح المسألة جلاء. وفيها هنا أن المآخذ إذا أخذت على شخص ما وتعلم أنه من أهل الخير لابد أن تراجع. أنت لك فيه طريقان حتى تصبح وتصير نبيلا، وإلا فأنت من السفهاء. أول شيء إما أن تعود الطرف عن هذا القول وتطرحه طرحا وتعيب عليه وتنصح من جاء به لعله يرتدع وينزجر وتبين له أنه وقع في المنكر، وهذا أنبل ما يكون فعلا. أو تأخذه وتقول الآن دعنا نباشر ونواجه به صاحب الأمر، وإلا يعني أهل الخير لا يمكن أن يوقع فيهم بهذه السهولة، فيرجع إليه يتبين، يرجع إليه يتبين. فأحمد حنبل بين لنا الطريق في هذا الباب، أم ذهب للشافعي وقال إن ابنتي قالت كذا وكذا إما، فقال أما الطعام الذي قدم من مال الحلال، وهو يعلم أن أحمد كان يعمل أجيرا من أجل أن يطلب العلم، فقال فأكلت منه كثيرا لأنه طعام مبارك. وأما الليل وأنني لم أصلي من الليل، وهذا الشاهد الذي أريده، لم أصلي من الليل، أنا ما نمت من الليل، فكنت أفكر في مسألة في حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم يا أبا عمير ما فعل النغير، فلم يصلي حتى استخلص من الحديث كذا وكذا من الفوائد. فوائد طبعا فوائد جمة. أحمد لما سمع ذلك قال هذه التي لا يستطيعها أحد، وهذه الأنفع للأمة، هذه التي لا يستطيع أحد وهذه التي الأنفع للأمة. إذن هذه عبادة أصلا، التدبر في العلم عبادة أصالة، وطلب العلم عبادة. لكن ما الذي يريد الإمام الشاطبي هنا؟ يريد أن يلفت الانتباه إلى أن محصل العلم ليس الاستكثار، وأن أصل العلم هو أن يستقيم الإيمان ويستقيم توحيد العبد بالعلم، وأن يأتي بالعبادة إذا أتى بها على وفق الشرع، لا يبتدع في دين الله جل في علاه شيئا. فكأنه قال هناك من يتعلم للعلم، جعل العلم مقصودا لذاته، والعلم ليس مقصودا لذاته، العلم اللي تصل به إلى الله جل في علاه. ولأن طريق الله طريق واحد، هو طريق جلي لا يستبصره أحد إلا من جعل الله له البصيرة، والبصيرة لا يكتسبها أحد إلا بالعلم أبدا، لا يستطيع، والكل يتأخر ولا يستطيع أن يسير في هذا الطريق إلا بأنوار أهل العلم. فلذلك قال أن العلم المقصود منه هو الوصول إلى الله جل في علاه، فهو وسيلة إلى تحقيق المقصد الأسماء ما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون، يعني إلا ليوحدون في هذا الباب. وهنا استدرك الإمام الشاطبي، إن شاء الله بعد الأذان نبين ما قال. قال فلا يقال إن العلم قد ثبت في الشريعة فضله، وإن منازل العلماء فوق منازل الشهداء، وإن العلماء ورثة الأنبياء، وإن مرتبة العلماء تلي مرتبة الأنبياء. وإذا كان كذلك وكان الدليل دال على فضله مطلقا لا مقيدا، فكيف ينكر أنه فضيلة مقصودة لا وسيلة؟ هذا وإن كان وسيلة من وجه فهو مقصود لنفسه أيضا كالإيمان، وهذا كلام منضبط جدا في هذا الباب، على أساس الإيمان لذاته وأيضا لغيره. فإن الإيمان شرط في صحة العبادات ووسيلة إلى قبولها، ومع ذلك فهو مقصود لنفسه، وهذا صحيح. هو يقول لا، لو قلتم ذلك نرد عليكم نحن، قال لنا نقول لم يثبت فضله مطلقا بل من حيث التوسل به إلى العمل. والحق أنه ثبت فضله مطلقا، وقد ورد بسند صحيح عن معاذ بن جبل رضي الله عنه وارضاه أنه قال بأن طلب العلم ديانة عبادة، طلب يعني طلبه ومراجعة عبادة لله جل في علاه. والحق أنه قد يرد عليه أيضا بأن النبي صلى الله عليه وسلم قال طلب العلم فريضة على كل مسلم، طلب العلم فريضة على كل مسلم، عندما يقول طلب العلم فريضة على كل مسلم هذا صار مقصودا لذاته هنا صراحة. يعني هنا الشاطبي هو الآن هو أراد أن يوجه الناس جميعا إلى مسألة العلم بذاته ليس مقصودا، المقصود منه هو أن يتعبد المرء لله جل وعلا بترجمة العلم إلى توحيد الله جل وعلا، هذا نعم، لكنه أغفل أمرا مهما، لأن هذه الوسيلة التي أتكلم عنها هي نفسها تعبد لله جل وعلا، جاءت الأدلة بمدحها نفسها،
وأيضا جاءت الأدلة بالأمر بالسعي لتحصيلها نفسها، لأنه لن يمكن أن يصل إلى المقصد المطلوب إلا بهذه الوسيلة في هذا الباب. فهو مقصود لذاته وهو وسيلة أيضا لغيره، وهذا الحق الذي يقال وهو كالإيمان. والحق أن النبي صلى الله عليه وسلم بيّن ذلك عندما قال إنما العلماء ورثة الأنبياء. قال وإلا تعارضت الأدلة وتناقضت الآيات والأخبار. ما في تعارض ولا بل هي موافقة للأدلة، لا تعارض. يقول أقول السلف الأخيار فلا بد من الجمع بينهما، ما ذكر علما شارح لما ذكر في فضل العلم والعلماء. أما الإيمان فإنه عمل من أعمال القلوب، هو التصديق وهو ناشئ عن العلم والأعمال، قد يكون بعضها وسيلة إلى بعض. وهذا كلام أيضا فيه خطأ، لأن الإيمان ليس تصديقا فقط، بل هو التصديق المقرون بالإذعان والإنقياد. التصديق هو الإيمان والتصديق المقرون بالإذعان والإنقياد. قال آمنتم به آمنتم له، ظاهر في هذا الباب. قال وإن صح أن تكون مقصودة في أنفسها، أما العلم فإنه وسيلة، وأعلى ذلك العلم بالله. الحق أنه مقصود لذاته، العلم بالله مقصود لذاته، مقصود لذاته. حسن التعرف على الله، حسن الاعتقاد في رب العباد مقصود لذاته. هو أراد فقط أن يوجه الناس إلى أن الثمرة العظيمة من العلم هو العمل. نعم، لكن ماذا ستقول في الأدلة الكثيرة الوافرة المتوافقة المتضافرة التي اتفقت على أن طلب العلم في ذاته عبادة يتعبد بها المرء لله جل في علاه. هو لا يحفظ الدين أصالة إلا بذلك، يعني الدين نفسه لا يحفظ إلا بوجود العلم والعلماء، فكيف يقال أنه وسيلة فقط؟ هو مقصود لذاته وأيضا هو وسيلة لغيره. لكن كما قلنا لا يطلب علم لذاته، هو يطلب علم لما يكون له الثمر فيه. فقيل هذا متناقض، إنه لا يصح العلم بالله مع التكذيب به. قيل بل قد يحصل العلم مع التكذيب، فإن الله في قوم قال وجحدوا بها واستيقنتها أنفسهم ظلما وعلوا. وقال تعالى الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم وإن فريقا منهم لا يكتمون الحق هم يعلمون. الذين آتيناهم الكتاب يعرفونه كما يعرفون أبناءهم الذين خسروا أنفسهم فهم لا يؤمنون. هؤلاء أثبت لهم معرفة بالنبي صلى الله عليه وسلم ثم أنهم لا يؤمنون، وذلك ما يوضح أن الإيمان غير العلم كما أن الجهل مغاير للكفر. نعم، هو الآن هو يريد المغايرة. نعم، طبعا الإيمان يغاير العلم، لكنهما هنا الإلحاق وارد، الإلحاق وارد لوجود الشبه، الإلحاق وارد لوجود الشبه. قد يكون علم، قال نعم قد يكون علم فضيلة وإن لم يقع العمل به على الجملة، كالعلم فروع الشريعة والعوارض الطريقة في التعريف إذا فرض أنها لم تقع في الخير. شوف أهو الآن راجع مرة ثانية لكنها من وجهة أخرى، وهذا صحيح. العلم نفسه ممدوح صاحبه ممدوح طالبه، وصاحب العلم ثاب عليه وبالغ مبالغ العلماء، لكن من جهة ما هو مظانة الانتفاع عند وجود محله لم يخرجه ذلك عن كونه وسيلة. نحن معك في النهاية، في نهاية القول نحن معك. إذن لابد أن يقال بأن العلم مقصود لذاته وهو وسيلة أيضا لغيره. يعني خلاصة القول أن العلم مقصود هو عبادة في نفسه، طلبه عبادة في نفسه وهو مقصود لغيره، يصل بالإنسان إلى ذلك. مثل ذلك قال كما أنا في تحصيل الطهارة للصلاة فضيلة، وإن لم يأتي وقت الصلاة بعد وجاء ولم يمكنه أداؤها العذر، فلو فرض أنه تطهر على عزيمة ألا يصلي لم يصح له ثواب الطهارة. كذلك إذا يعني علم أن لا يعمل لم ينفعه علمه، وقد وجدنا وسمعنا أن كثيرا، لكن قد يرد على الإمام الشاطبي كلام آخر. طبعا أنا لو سألتكم ما الذي يرد عليه لن أجد نتيجة، فسأسألكم حتى لا أجد نتيجة وأنا أورد يعني ما يقال. إيش اللي يرد عليه هنا في كلامه؟ هو بيقول لو ذهب يتوضأ وعزم في الوضوء ألا يصلي به لا ينفع هذا الوضوء، إذ الوضوء وسيلة إلى الصلاة، مفتاح للصلاة فقط. هنا قال العلم كذلك، العلم إذا لم يتعلم وهو عازم على أن يعمل به فلا ينفعه ذلك. قلنا قد يرد عليه إيراد، ما هو الإيراد الذي يرد عليه؟ كده أنا فتحت المسألة من أجل العقول التي يعني تفهم هذا الباب الذي خلفنا فيه الشاطبي. ما الذي يرد عليه؟ أنتم فهمتم السؤال؟ الآن هو قال بأن الطهارة الوضوء، هو قال بأن الطهارة من توضأ ولم يعزم أنه سيصلي بهذا الوضوء لا ينفع هذا الوضوء ولا يثاب عليه. كذلك العلم، من تعلم ولم يعزم للعمل به
لا ينتفع به. قلت هذا مبين ويرد عليه ما يرد. فسؤالي لكم، ما الذي يرد على الشاطبي ردا على الإلحاق الذي ألحقه؟ أن الوضوء لذاته عبادة؟ لا، ليس كذلك. من ذكر توضأ ولكن يقرأ القرآن أن يكون طاهرا في كل أوقاته، كذلك وتعلم علم الغيب ويعلم غيره، فالوضوء عبادة. طبعا هناك سلفي ضم الإجابات بأسئلة. طيب، هي الإجابة السديدة في هذا الباب هو أن نقول يرد عليه، بأن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم الذي صنف الناس أصناف ثلاثة: الأرض الأجادب التي تحوي الماء، حازت الماء فينتفع به، فيمكن أن يتعلم العلم لينتفع به الآخرون كما أشار ذلك السلفي، يعني يتعلم العلم لينتفع به الآخرون. إذن هنا سيكون مثابا على ذلك، بل راقيا مرتقيا المنزلة عند ربه جل في علاه، ونفع نفسه بنفع أخيه يستويان في هذا الباب، هذا الذي يرد عليه في هذا الكلام. ثم قال فصل: ولا ينكر فضل العلم في الجملة إلا جاهل. وهذا يأتي إن شاء الله في الدرس القادم. هذه مقدمة السابعة، وهي مقدمة ماتعة صراحة في الكلام على ذلك، لكننا نوافقه بأن العلم ليس مقصودا لذاته، ولكن هو وسيلة لتحقيق توحيد الله جل في علاه، لكن طلبه في ذاته مقصد، وله أجر في ذلك. نعم، في أي أسئلة؟ تفضلوا حتى ننتقل إلى السنن.